السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم دايما بخير. النهاردة هنعمل مع بعض فراخ بالكاري على الطريقة الهندية، يعني هي اصلا الطريقة دي هندية، تمام؟ بس يعني هحاول بقدر الامكان نعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. انا عندي هنا دول فرختين، تمام، بس شايلة من فرخة فيهم الصدور عشان ابقى اعملها استخدمها في حاجات تانية يعني. وعندي 3 بصلات كبار متقطعين، عندي الحلة بتاعتي حطيت فيها زيت، وهنزل بالبصل كده، هنزل الاول بالبصل، تمام، وعندي برضو معلقة ثوم، اقلب بس كده في البصل لغاية ما يفل، حبة صغيرة يعني. الوصفة دي سهلة تعمليها كلها في حلة واحدة، بتاخد منك وقت أساسا، تمام. الفرختين دول أنا الورك مقطعة على 2 عشان بس ايه تستوي. الوصفة دي بتتعمل بالصدور مكعبات، بس انا بقى لسه بقى في ناس كسلية كده زيي ما تحبش تخلي وتقطع مكعبات، اللي هو ايه، انا لا، انا جبت الفراخ وقطعتها وهنعملها مع بعض دلوقتي عشان الفيديو ما يطولش على حضراتكم. انا هسيب البصل يدبل حبه، بعد كده نرجع تاني. بص كده، انا قلبت بس في 2 دقيقة بس، انا مش عايزاه يدبل خالص عشان الفراخ لما تتحط فيه ما تتحرقش. فهجيب الثوم، اول ما ريحه الثوم تطلع عندي هضيف الفراخ على طول. بس قبل ما اضيف الفراخ، انا كده ضفت الثوم، فهضيف التوابل بتاعتي اللي هعمل بيها الفراخ، تمام. بصوا بقى، معلقة كركم، وهنحط معلقتين من الكاري، وهضيف معلقتين من الكاري، كده المعلقتين، وهضيف كمان معلقة زنجبيل، وربع معلقة كده ايه بابريكا، نقلب. كده خلاص ريحة الثوم بدأت تطلع معايا، هبدأ أضيف الفراخ بتاعتي. الفراخ تكون مخلية من الجلد، لكنها بس معرفتش أخليها، فدي زي ما هي. والرقبة كمان، والكبد، والقوانص. شايفين؟ شايفين اللون عامل ازاي؟ بصوا، هنحط
واللون واضح قدامنا اهي، بصوا هسيبها كده تشرب، بعد كده نرجع نشوف نعمل ايه تاني. بصوا كده معايا شايفين اللون عامل ازاي. بصوا شايفين اللون والريحة كمان. هجيب ميه، ضفت الملح بتاعي، طبعا الملح على حسب الرغبة، فهضيف الميه، الميه دي كتيره، هحط بس نصها كده بس كده، وضفت ربع معلقه فلفل اسود. تمام كده بقى هسيبها مع نفسها خالص، وانا مقطعه بطاطس بس مش هينفع احطها دلوقتي خالص، استنى بس ايه تلت ساعه بالظبط ماشي، وبعد كده ادف البطاطس على طول عشان ما تتهريش. هنسيبها كده موطيين عليها تلت ساعه، وبعد كده نضيف البطاطس. بصوا كده يا جماعه، اقل من تلت ساعه ماشي، والفراخ خلاص قربت تطيب، فايه انا هحط البطاطس كده من فوق تمام عشان ما تتهريش يعني، وتطيب مع الفراخ. هسيبها تلت ساعه كمان، بعد كده انا بخلص طفينا عليها. بصوا كده كده خلاص البرد بتاعته طابت، استوت بالتمام، والبطاطس شايفين، الفراخ شايفين، بصوا استوت على الاخر، والبطاطس بتاعتي كمان اهي، طلع كده الفراخ معاها البطاطس. شايفين اللون تجنن، هنغرف مع بعض الطبق بتاعنا كام، رز وفراخ وبطاطس، وهنشوفه مع بعض. بصوا كده يا جماعه، انا عملت رز ابيض تمام، هنضيف معاه بقى الفراخ، الفراخ طبعا اتهرت خالص تماما، طبعا الاكله دي انا يعني بص من زي ما الكتاب بيقول يعني، شايفين شايفين الصوص عامل ازاي، شايفين انا ما حطيتش، كان المفروض احط لها صلصه وشطه كتير، انا عشان معايا اطفال ما ينفعش اعمل الكلام ده خالص تمام. انا حبيت لونها كده، اللي بتتعمل بصلصه بيبقى لونها غامق، انا حابه لونها كده، لونها كده جميل. بصوا شايفين لونها عامل ازاي، لونها كده تحفه بصراحه تمام. مش عاملاها سبايسي خالص، عاملاها عاديه عشان اطفالي طبعا وعشان اطفالكم، فالوجبه دي تنفع لو انت راجعه من الشغل ومستعجله تتحط، ما تكملش بالظبط على النار ساعه، تكوني مجهزه كل الاكل بتاعك او اقل ان شاء الله. يا رب تكون عجبتكم، واشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.